والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. تكلمنا عن أنواع التوحيد، وقلنا أن التوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام: توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الألوهية. طيب، أحسنت. توحيد الألوهية هو العبادة والصلاة والصيام والزكاة والحج. إيه هي العبادة؟ العبادة اسم الجمع الذي لا يحب الله الأقوال الظاهرة زي مين؟ الأفكار والأفعال والعمل. طيب. الحمد. طب الأفعال الظاهرة زي مين؟ حد تاني؟ الصلاة والعبادة والصوم. ماشي. طب والأفعال الباطنة زي مين؟ التوكل والإخلاص والإخلاص والخشية والمحبة. توحيد الربوبية هو بأفعاله مثل الخلق والرزق والتدبير طب كم هل الخصومة بين الأنبياء وأقوامهم كانت أكثر في توحيد الألوهية ولا الربوبية؟ توحيد الألوهية. لأن قليل جدا يا أولاد اللي ما كانش مقر بتوحيد الربوبية. زي مين اللي ما كانش مقر بتوحيد الربوبية؟ قريش كانت لا تقر بالربوبية؟ في ايه؟ في الالوهيه ولا الربوبيه؟ في الالوهيه. لكن عندها اقرار بمين؟ ايه الدليل على كده؟ الا وهم مشركون. الا وهم ايه؟ مشركون. وايضا ولئن سالتهم من خلق السماوات والارض لا يقولون الله. هذا يدل على ان هم لو سالتهم مين اللي خلقكم هيقولوا الله، مين اللي بيرزقكم هيقولوا الله، وفرق قريش. لكن كان عندهم مشكلة في مين؟ في توحيد مين؟ الألوهية. قال إيه؟ الألوهية. ومين تاني اللي هو بينكر وجود الله؟ قلنا في ناس موجودين في زماننا بينكروا وجود الله. الملحدين اللي هم زي اللي بيعيشوا فين؟ في الصين وروسيا. وفي ناس موجودة في مصر يا أولاد؟ آه. وفي ناس موجودة في الولاية بس قليل جدا. بيلحدوا بيقولوا مفيش إله. لا، القبوريين بيقولوا مفيش إله. لا، القبوريين بيقولوا في ربنا ولكنهم بيشركوا مع الله في العبادة، فبيدعوا غير الله وبيستغيثوا بغير الله. ماشي. طيب، أسماء، توحيد الأسماء والصفات. توحيد الأسماء والصفات، ما المقصود بتوحيد الأسماء والصفات؟ توحيد الأسماء والصفات اللي هو إيه؟ تعريفه إيه هو؟ إفراد الله بأسمائه وإيه؟ وصفاته. قول كده. يبقى هو ايه؟ هو ايه؟ هو إفراد الله بأسماء من غير تحريف ولا تعطيل تمثيل ولا تكييف. يبقى إفراد الله عز وجل بإيه؟ من غير يعني ايه من غير تحريف؟ يعني ايه إفراد الله بأسماء وصفاته من غير تحريف؟ يعني زي ايه؟ الرحمن على العرش استوى. قالوا يعني ايه؟ استولى. يعني ايه؟ يعني استولى. يعني ايه؟ استولى. يا اما تزود او تنقص. هذا يجوز؟ لا يجوز. يعني تحرف في معاني اسماء الله عز وجل وصفاته، او ان انت ايه؟ تعطلها. زي واحد يقول لك الله هو المهندس الاكبر، ينفع نقول الله هو المهندس الاكبر؟ هو ربنا ينفع ان احنا نقول ان هو مهندس؟ ماشي. ينفع الكلام ده يا اولاد؟ ما ينفعش الكلام ده طبعا. ماشي. كل دي كلام غلط. ينفع ان انا نقول استوى بمعنى استولى؟ طب ليه ما ينفعش ان انا نقول استوى بمعنى استولى؟ على سبيل كده بنقول ان احنا كان في واحد
بينازع ربنا على الملك ده. الله ينور عليك. لكن الصحيح ان الرحمن على العرش استوى، يعني ايه؟ معناها على وارتفع. على وايه؟ وارتفع. على وارتفع. على وايه؟ وارتفع. طيب يا اولاد، ال 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 من غير تحريف ولا تعطيل، في بعض الناس بتعطل صفات الله عز وجل فبتأولها بمعنى تاني، فبدل ما يقول يد الله فوق أيديهم يقول لك اليد مثلا يد حقيقية لكن ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، يقول لك اليد ايه؟ القدرة أو الرحمة أو النعمة. تنفع؟ اليد بمعنى القدرة أو النعمة ينفع؟ ما ينفعش. الله عز وجل يقول وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم بل يداه مبسوطتان. يداه ينفع نقوله بل قدرتاه بل نعمتاه؟ وبعدين ايه اللي بيوصف بالقبض والبسط؟ يبقى نقول ربنا ليه يد، ولكن ربنا ليه يد، وبعدين ولكن ايه؟ ليس كمثله شيء وهو السميع الايه؟ فيده ليس كايدينا، وسمعه ليس كسمعنا، وبصره ليس كبصرنا، ماشي، وعلمه ليس كعلمنا، وقدرته ليست كقدرتنا، ورحمته ليست كرحمتنا، وغضبه ليس كغضبنا، وضحكه ليس كضحكنا، ونزوله ليس كنزولنا، واستواءه ليس كاستوائنا. من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. زي ايه بقى؟ تمثيل، ان انت تمثل، تقول يده كيد فلان او وجهه كوجه فلان. ها ايه الدليل على ان التمثيل لا يجوز؟ لا يجوز التمثيل. ليس كمثله شيء وهو السميع الايه؟ البصير. هو السميع الايه؟ البصير. حد يعرف يقول لنا صفات لله عز وجل يعرفها؟ دي اسماء ولا صفات؟ الرحمه والملك والقدره والسمع والبصر والعلم والحياه. وفي صفات ثانيه اخرى احنا قلناها زي اليد والوجه والعين والقدم والأصابع لله عز وجل. لكن مع هذا كله لا نقول سمعه كسمعنا، وبصره كبصرنا، وحياته كحياتنا، قدرته كقدرتنا، وعلمه كعلمنا، أبدا. حياته ليست كحياتنا، فكما أن حياته وعلمه وقدرته وسمعه ليست كسمعنا وقدرتنا، فأيضا يده ليست كيدنا، وسمعه ووجهه ليس كوجهنا، ماشي. كل دي حاجات نثبتها لله عز وجل من غير إيه؟ تحريف ولا تعطيل ولا تكييف. ما نقولش نزوله ينزل ربنا في الثلث الاخير من الليل كنزولي انا من على الدرج، ما ينفعش. ولا استواءه على العرش كاستوائي انا مثلا على الحصان مثلا، ما ينفعش يا اولاد. خلاص. طيب بالنسبه لصفات الله عز وجل واسماء الله عز وجل. طيب اسماء الله عز وجل، من الذي اسماء الله عز وجل؟ هل هي محصوره باسماء معينه بعدد معين؟ اسماء الله عز وجل محصوره بعدد معين؟ امال اسماء الله ايه؟ لا حصر لها. نعرفها كلها؟ لا طبعا. طبعا في ادله على كده. اللهم اني اسالك بكل اسم هو لك سميت به نفسك او انزلته في كتابك او علمته احدا من خلقك او استاثرت به في علم الغيب عندك. فدي معناها ان في اسماء احنا انا اعرف. طيب من الذي يسمي الله عز وجل؟ الله. الله عز وجل ناخذها من قوله تعالى ايه؟ او سميت به نفسك، او سميت به ايه؟ نفسك. طب هل من اين نعرف اسماء الله الحسنى وصفاته؟ من القران والسنه. من اين نعرف اسماء الله الحسنى وصفاته؟ من الكتاب والسنه الايه؟ من أجل أسماء الحسنى، أسماء الله الحسنى وصفاته ديت عقيدة يا أولاد، في إلحاد فيها. طب ما هي ثمرات الإيمان بأسماء الله الحسنى وصفاته؟ إحنا ليه بنتعلم أسماء الله الحسنى وصفاته؟ والدليل على قولي على ذلك؟ وظهروا الذين إيه؟ في أسماء. طب هات لي كده إزاي ندعوه بها؟ ندعو الله عز وجل بأسماء الله الحسنى إزاي؟ يا هادي، يا غفور، يا رحمن. ولو قلت يا الله ما فيهاش حاجه،
ماشي، يا تواب وتوب عليك. وايضا من ثمرات الايمان باسماء الله الحسنى ايه؟ انك تعمل بمقتضى هذه الاسماء، تعمل بمقتضى هذه الاسماء، ماشي. فاذا علمت ان الله قدير على كل شيء ولا يعجزه شيء، يبقى تخشى الله عز وجل وتخاف منه. اذا علمت ان الله سميع وبصير، يبقى تخشى وتخاف منه، لانه يعرف حالك ومطلع على حالك، ماشي يا اولاد. طب هل يصح ان نقول، طبعا من صفات الله عز وجل النزول والمجيء والغضب والرحمه والضحك، ولكن ليس كمثله شيء وهو السميع الايه البصير، هل يصح ان نقول ان ينزل ربنا في الثلث الاخير من الليل النزول بمعنى ينزل رحمه ربنا او امر ربنا؟ ها ليه بقى؟ ليه ما ينفعش نقول ينزل رحمه ربنا وينزل امر ربنا؟ مستغفر الرحمه مش هتقول كده، مش اصلا ما وايضا الرحمه ايه؟ الرحمه بتنزل في الثلث الاخير من الليل بس، المال بتنزل في ايه؟ في كل الاوقات، في كل الاوقات. طيب واجبنا تجاه اسماء الله الحسنى ان احنا نحفظها فقط، نحفظها ولا نعمل بمقتضاها؟ فاذا كان ربنا رحمن ورحيم فلا بد ان احنا نكون عندنا رحمه، واذا كان ربنا عفو لابد يكون عندنا عفو، ماشي. واذا كان ربنا تواب لابد ان نتوب اليه، واذا كان غفور لابد ان نرجع له ونطلب منه المغفره، نطلب منه الايه المغفره. يبقى توحيد الاسماء والصفات ان نسمي الله عز وجل بما سمى به نفسه او سماه به رسوله من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تكييف ولا ايه، ليس كمثله شيء وهو السميع الايه البصير. يبقى دي درس النهارده، نسال الله عز وجل ان يجعلنا ممن يحصي اسماء الله الحسنى وممن يعمل بمقتضاها. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك.